في المحور الأخير في هذه الحلقة سنتحدث عن الخدمات الصحية في الكرك وتحديدا في قرية الحمدية، لكن لنطلع على بعض الأرقام التي تتحدث عن الخدمات الصحية المقدمة للكرك. تنقسم الكرك كما نعلم إداريا إلى 7 ألوية، 3 مديريات أقضية. يخدم المحافظة قطاع صحي واسع بشقيه سواء كان العام أو الخاص. الخدمات الصحية الأولية تقدم من حوالي 64 مركزا صحيا، 8 مراكز شاملة، 37 أولي و19 مركز فرعي. وأيضا الخدمات الصحية الثانية والثالثة في 3 مستشفيات قطاع عام: الكرك الحكومي، غور الصافي، والأمير علي بن الحسين. أما بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص فهم أيضا 3: الإيطالي، السلام، والبوتاس. عيادات اختصاص طب عام، مختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز أشعة أيضا موجودة في محافظة الكرك بشقيها العام والخاص. لكن قرية الحامدية بحسب المواطنين بلا مركز صحي والأهالي يستغيثون. لنستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نعود إلى التفاصيل. في هذا البناء المتهالك كانت توجد عيادة طبية تخدم أهالي بلدة الحامدية الواقعة جنوب شرقي محافظة الكرك، فبدأت معاناة المواطنين من عدم وجود خدمات صحية في عيادة البلدة منذ عام 2019 إلى أن تم إغلاقها بشكل نهائي بداية العام الماضي، وتحويل المواطنين إلى مركز صحي في بلدة مجاورة تبعد 10 كيلومترات. تعد منطقة الحامدية تجمعاً سكانياً بسيطاً يعتبر من المناطق الأشد فقراً والأضعف من ناحية الخدمات، ولكنها حتى اليوم دون خدمات صحية أيضاً. مظل الهيايسي أحد سكان بلدة الحامدية يؤكد أن المركز الصحي مهجور ولم يزر البلدة أي مسؤول منذ عام 2019 وينفي وجود خدمات صحية، وقال: نقلوا العلاجات الخاصة بالمركز إلى مدينة محي وتلقينا وعداً بإعادة إنشاء مركز جديد وتزويده بالعلاجات اللازمة، ولكن لم يحصل ذلك لغاية اللحظة. والله أقدر أقول لك ما في أي خدمات، ولا في أي اطلاعات على الخدمات، ولا في أي مسؤولين زارونا مشان الخدمات، ولا أي واحد جانا منشود إلا أنت. عندنا المركز الصحي هذا يمكن مهجور من 2019، بعدين قاموا عليه وحملوا العدة كاملة، علاجات كاملة، وكفتوها روحوها على محي عبنائهم يجددوا العلاجات ويضبطوا المركز ويضبطوا شو. ما عاد لا مركز ولا علاجات من هذاك اليوم لهذا اليوم. ينقل أحمد الحجاية أحد سكان البلدة معاناة المواطنين من كبار السن، من الرجال والنساء، من صرف علاجاتهم الشهرية وسط تدني خدمات النقل دون حل يلوح في الأفق. سكروا المركز ونقلوه على محي، ما ادري عاد شو في الاسباب اللي هم خلاهم ينقلوه عم حي الله اعلم. احنا بحاجه المركز الصحي ضروري جدا، بحاجه المركز الصحي لانه في عندنا ناس كبار بالعمر وناس عندنا في عندنا نسوان اختياريات كبيره بالعمر. يضيف خالد الزواهري احد سكان البلده: الصحه سلمت العياده المستاجره لصاحبها وسط معاناه يوميه للمواطنين، وان الحاجه الى قياس الضغط للمواطن تحتاج لمسيره 10 كيلومترات. يعني على مستوى قياس ضغط، لو بدك تقيس ضغط مواطن ودك تذهب 10 كيلو حتى تقيس ضغط مواطن. ف 2019 سكروا المركز بحجة ان الموظف اللي كان بالمركز خلص تقاعد وما لقوا غيره، يعني ما في بالمملكة الا هو، انقطعت الدنيا من الموظفين. وبال 2023 يعني تقريبا شهر 2 رحل المركز نهائيا وسلموا البيت لصاحبه. والان احنا نطالب ترجيع هذا المركز، لأن هذا مركز من جلالة الملك، يعني مكرمة للقرية هذه، والآن هم لغوا هذه المكرمة. إذن بدنا نستمع أيضا لشهادة أخرى من المواطن خالد زواهري، وهو أحد المواطنين المتضررين وهو معنا عبر الهاتف. سيد خالد، بداية يعني إحنا شفنا هذه الصور لي لا أعلم إن كان يسمى مركزا صحيا، سنعرف التفاصيل بعد قليل، أو حتى عيادة، يعني المنظر ليس مبشرا بأنه هذا ممكن يكون فيه أي خدمات صحية. حدثنا، هل طلبتم، شكيتم، رحتوا عند مسؤولين،
وشو كانت الجواب من قبل المسؤولين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا معاناة مسجد الحامدية معاناة جزء معناها احد، وهذا المركز من 89 شغال مكرم من جلالة الملك حسين الله يرحمه ويغفر له. افتتحته انا ذاك الاميرة شفنا الملكة نور 89، والان الصحة مشكورة لغت هذه المكرمة. وما خلينا يعني من خلال محطة رؤية، من خلال محطة الحقيقة، من خلال الصحف، ما ولا مجيب لهذا النداء أبدا. نعم، خلينا نشكرك سيد خالد. يعني احنا كنا نتأكد أيضا بأن جميع الشهادات من كل المواطنين موحدة على الأقل حتى ننقل هذه المشكلة لوزارة الصحة. ومعنا أيضا عبر الهاتف الدكتور رياض الشياب، وأيضا سيكون معنا من البث المباشر ياسين القدار رئيس مجلس التطوير التربوي للحامدية وإمحي. نبدأ بالدكتور رياض. دكتور، استمعت إلى التقرير واستمعت إلى الشهادات، تعليقك وأيضا احكي لنا أكثر عن هذه العيادة في هذه المنطقة. مساء الخير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا أنا شهدت ما يعني تم بثه من خلال قناتكم الموقرة عن العيادة الطبية اللي موجودة في قرية الحامدية. وهذه العيادة كانت مستأجرة إلى وزارة الصحة وتم افتتاحها وتم إغلاقها بسبب إنه هي غير يعني صالحة للسن، يعني تعرض الناس للتهالك، وبسبب انه بنائها قديم. وتم عملية تحويل المرضى من هذه القرية الى مركز صحي حي الذي يبعد تقريبا يعني حسب ما من 5 كيلومتر عن هذه القرية. نعم. طبعا في ذلك الوقت تم تعزيز الكوادر الطبية اللازمة لمركز صحي حي بحيث انه يقوم بخدمة تقديم الخدمة والرعاية الصحية الاولية المثلى. هذه العيادة كانت تداوم بواقع 2 يوم بالاسبوع، وكانت يعني عدد المرضى المراجعين لها عدد قليل. كانت تسعى مديرية الصحة هناك بعملية استبدالها أو استئجارها، ولكن للأسف في تلك المنطقة لم يجدوا بديل عنها. ولكن بحين تحويلها إلى مركز صحي محي، تم تفعيل ذلك المركز إلى غاية الساعة التاسعة مساء تفعيله دواما، بحيث أنه يقوم بتغطية هذه القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية المثلى التي تليق بأبناء هذه المنطقة. نعم. والتي تشمل من أمومة وطفولة وصحة سنية والطب العام وطب الأسرة والمختبرات الطبية. يعني أنا يعني نحن نسعى حاليا بوزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تليق بأبنائنا الأردنيين سواء كانوا في البادية أو المناطق. يعني الناس. هذه العيادة خلص لن يتم إعادة تجديدها. عم بواصل لك المعلومة. نعم. حاليا إحنا نعمل عملية إنه في محافظة الكرك كوسموس، يعني بنعمل عملية تفعيل عدة مراكز تعمل لمدة 24 ساعة لتغذي القرى المجاورة وتقدم الخدمة والرعاية الصحية. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا مركز صحي عي الذي تم تفعيله ل 24 ساعة ويوجد فيه سيارة أمبولانس وأطباء اختصاص ويعمل لتقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية المثلى لأبناء المنطقة. حاليا أبناء المنطقة يتحولون ويتعالجون في مركز صحي حي الذي تم تغذيته بجميع الكوادر الطبية اللازمة والإجراءات اللازمة. يعني العيادة التي كانت موجودة هي تقدم الخدمة بواقع 2 يوم بالأسبوع، وحاليا نحن نسعى في وزارة الصحة لتقديم الخدمة المثلى لمثل هذه العيادات، وإن شاء الله سوف نقوم بعملية دراسة وزيارة الموقع وإجراء اللازم لأبنائنا وأهلنا في تلك المواقع. نعم، كل الشكر لك الدكتور رياض الشياب مدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة. وننتقل مباشرة إلى ياسين القدار رئيس مجلس التطوير التربوي للحامدية ومحي. الوقت يداهمنا سيد ياسين، بسرعة وباختصار مطالبكم لوزارة الصحة فيما يخص موضوع العيادة والمركز الصحي هناك. أسعد الله مساك وبمس على الدكتور رياض الشياب، وأنا من اللي أعرف الدكتور عز المعرفة. سيدتي العزيزة، أنا الآن في قرية الحمدية. قرية الحمدية تبعد عن قرية محي 10 كيلومتر. عدد سكان الحمدية 350 نسمة، فيها مدرسة حكومية، وعدد طلبتها مع المعلمين الكادر التدريسي 140 طالب. المركز وهي عيادة وليس هي مركز، هي كانت عيادة علما في السابق. وأنا من اللي كنت متابع أول مع المسؤولين، مع مدير الصحة الحاليا ومدير الصحة السابق عن هذا الموضوع،
وكانوا وعودهم انه في غرفه نستاجرها من البلديه لنقيم فيها عياده، ولكنه ردوا نفوا هذا الحديث ووعودهم كليتهم واغلقوا هذه العياده من عام 2019. وفي 2023 اخذوا العلاجات والكادر اللي فيها. سيدتي كما يدعي الدكتور انه رياض الشياب انه المركز الصحي اللي في محي يعني تقريبا بداوم للساعة 3 يعني فقط لا غير. يعني ثاني شيء هذه القرية معدومة من المواصلات نهائيا، يعني معدومة نهائيا، ما فيها واسطة نقل يعني تودي أهالي القرية إلى محي يعني نهائيا، يعني فهم بحاجة إلى هذه العيادة يعني أن تكون موجودة في المنطقة لتخدمهم يعني. نعم كل الشكر لك. فأنا أناشدك وأناشد المسؤولين إنهم إعادة النظر في فتح هذه العيادة، كما قال رحمة الملك الحسين بن طلال رحمه الله: الإنسان أغلى ما نملك. وعاد كررها الملك عبد الله أطال الله في عمره: الإنسان أغلى ما نملك. نعم وصلت الصورة بالتفصيل أستاذ ياسين القضاء، وبالتأكيد يعني نحن كان معنا الدكتور رياض ونريد أن دائما نتابع هذه القضية حتى يكون هناك عدالة لجميع المواطنين دون استثناء فيما يخص حقوقهم الصحية. كل الشكر لك. إذن حلقة اليوم من هنا نبدأ، ناقشنا ثلاث ملفات من الطفيلة وأيضا من الكرك وموضوع أهداف التنمية المستدامة وتحديدا بند الجوع.